انا بقول بقى نأجل حكايه الشمس والهوا دي لبعدين ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو بدروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي هيشفع فيك وانت تقدر على تمن التربه. اي اي سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انتوا بتحببوا ايه؟ فين الكنيف؟ فين الـ 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 الاوضه فين؟ شوف بقى الحكايه بسيطه قوي. هم بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رايكم بقى؟ عجبتكم الشقه؟ ايه؟ في ايه؟ هي ما عجبتكمش ولا ايه؟ انا بقول بقى نأجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغايه ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز ابدا. سرقة طفرة. موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا رجل المبادئ. صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. رجل المبادئ. هما الرجالة كده. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقة العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه. اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى. احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه يخلي الناس تتصربع على طول مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش الحصانه وبس. اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيالي. مركز قباها وقيمه وسيمه. ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله. استاذ عجيله اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسه اداب الاسبوع الجاي. انا مضطره اخطب مدير المنطقه التعليميه. واعتبر لنفسك موقوفه عن العمل لحد ما تخلص الحكايه دي. بقول لك ايه يا عم مقصود؟ تعالى بيومي. انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعيه مع بعض؟ بس انا بصراحه داخل على جواز مفيهاش حاجه الا من نساعد بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعيه خميس؟ جمعيه؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ اصحيح ما انت شلح. ايه الشلح دي؟ يعني عصفور. بقول لك ايه؟ ما بحبش الترسين. مالها المخازن؟ فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها اخر حلبسه. حلبسه؟ اه نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش وطي الصوت. اوطي الصوت ده ليه؟ هو انا اللي بسرق؟ انا كده اطمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافي حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. توقفوا في حاجه. لا رفيق. يعيش راس بيه نصير العمال. 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 اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، اوعدكم ان اجعل من هذا المصنع صرحا وفخرا للصناعة الوطنية، ووعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكرا. فرصة وهو داخل انتخابات.
تقدر تكلمه؟ وكلم ابوه كمان. في المستندات ده كلام خطير جدا. انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي. وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف اللذيذ، تستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. أوي أوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا أوي أوي أوي. انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت يا فندم، بخيت حنيدق الميطل. بخيت حنيدق حنيدق يا فندم، حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف. بخيت حنيدق الميطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ينجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا. رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم. تخيل وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلابسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها استنى هنا اخيرا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا. استنى بس، استنى كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس يعني. مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا؟ ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح. امال مال اهلك انت؟ زي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم. مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحقيقه مش عليك. عارف ما انت حرام. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي عشانك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلميلي على بابي ومامي واختك سناء. ها تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلي قوي يا انسه حديده. جلال ابقى احطها معاك في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا حبيبي. ايه انا مش مبسوط من شغلك خالص يا زهير. يا فندم بس مش كلام فارغ، تعالى ورايا. تعالى عوض. تعالى. عصبي قوي مزود حنين، اصل مشاغله كتير. ده غير انه نازل في خدمه للشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نائب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه.
مصالحي بيه. شكرا. اي خدمه تانية؟ لا ميرسي. مالك يا نسا عديله؟ في حاجه مضايقاك هنا؟ لا ابدا يا فندم، مفيش حاجه. تبقي زعلانه مع خطيبك. مش عايز اعرف، ما تحكيليش حاجه، على طول تروحي تصالحيه. البنت مالهاش غير بيتها. ما هي دي المشكله يا فندم، احنا مش لاقيين شقه. يا خساره، لو كنت قلتيلي من يومين. ما انت ما بتتكلميش يا حبيبتي، لازم تتكلمي. كان في شقه ناس بيكون سعر معقول. صلحي بيه، احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجه. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركه وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقه بتقسيط. ايه ده؟ ايه ده؟ انت متاكده ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ اتكلمي يا حبيبتي على زي اخوكي. طب بس خلاص خلاص خلاص، كفايه شغل كده النهارده. لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكه، وبالمره تحكي لي، يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله يا رب. وشرفك يا سعادة البي، أنا مصدومة، ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك، ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البي، مش عارفة أشكرك إزاي. بس باش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. الحبيب ازاي دي كانت فايده عن بالي؟ هي ايه؟ انت بنت حلال يا عديله. عندي شقه هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر، كنت ناسيها خالص. خديها اهو، دي بقى تقدري تدفعي ثمنها براحتك. تحبي تشوفيها دلوقتي؟ بس الوقت متاخر، ما تخليها لبكره يا موسى الحبيب. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مش احسن من كده؟ جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي.